تصاميم لكل امرأة بتحب الموضة وعبالها تظهر أنيقة وإليجنت وسيمبل بنفس الوقت. وهذا بالفعل اللي شفناه بالReady to Wear Collection لربيع وصيف 2021 اللي بتعكس أجواء الصيف. هيدي الكوليكشن طلعت من بعد اللوك داون، اشتقت للشمس، للحياة، للألوان، للفرحة، للعجقة. سو كلها ألوان، كلها فرح. كان عبالي إذا بدك شوي هيك فريش اير، حتلاحظي ألوانها كتير صيفية، كتير جديدة لإلي، واسمها تنت لأنه هي عبارة عن shades of colors، فيها تدرجات ألوان كتير حلوة، وتنوعت قصاتها ما بين الفساتين والسكيرتس القصيرة والبليزرز، والأقمشة اللي استخدمتها داليدا بتلي بكل سيدة. كان فيها سيلكشن كبيرة من القماشات، في لينن، في تافتا، في كوتن جابردين، كان فيها كمان دينم، فيها تشكيلة واسعة من القماشات. وحتى اللوكيشن اللي اختارته داليدا للفوتو شوت بشبه الكوليكشن. دغري أول شيء تخيلته إنه اللوكيشن it has to be summery, it has to be vibrant, it has to be، يعني قدين إحنا كنا عايزين باللوك داون والحجر، قلنا إنه we need to go back to life. Basically الفيديو اللي we're shooting is a journey back to life. شرب الأجواء كتير حلوة هون، فخبرني شوي عن مود الفوتو شوت. أول شيء شفنا الكوليكشن، كوليكشن كتير حلوة، ألوانها باستيل، كتير لابقة مع ألوان النيتشر اللي عنا. وهون كتير حبيت اللوكيشن لأنه في من كل شيء. سو كيف ما صورتي، في عندك في عندك الكابر كولر، في عندك الجرينري. وبعيدا عن أجواء الفاشن والفوتوشوت، حبينا نسأل شوي داليدا عن العيلة. داليدا اسم عليك، يلي بشوفك على السوشيال ميديا باورفل، بتهتمي ببيتك، بالسوبر ستار رامي عياش، بولادك، شو السر؟ صراحة ما بخبي عليك، هيدا أصعب شيء إنه تقدري as a working mom إنك توفقي بين هول كلهم. بس مثل ما بقول دايما، البرايوريتي، الأولوية هي لبيتي، هي لزوجي ولولادي. سو بجرب قد ما في، إذا قضيت وقت زيادة بالمحل أرجع أعود لهم الأيام اللي بعدها إني أكون موجودة معهم كل الوقت. وكتر خير الله عندي good support، ورامي كتير supportive وبيساعدني بهيدا الشيء. وشفنا رامي عياش مؤخرا كضيف شرف بمسلسل 2020 واللي لقى أداء استحسان وإعجاب كبير من الجمهور والنقاد. فشو كان رأي زوجته؟ داليدا، شو رأيك بالدور يلي أدي رامي؟ صراحة أنا كتير فخورة فيه، لأنه أنا بعرف أدي رامي ممثل بارع، ومبسوطة أنه هلأ ظهر هيدا الشيء للكل. ومبسطت أكتر لأنه هيدا الكاركتر بيشبهه، يعني هيدا هو اللي بيعرف رامي عن قريب، بيعرف أدي جبران بيشبه رامي عن حقيقة. محب، بيهتم بكل الحوالي، بحب عائلته، نخي، وطني، هولي كلهم ميزات رامي. وكنت مبسوطة كتير بتمثيله وبأدائه.